إلينا عبر سكايب من ريف حلب ناشط الإعلامي بهاء الحلبي. بهاء، إذا نتحدث عن تفجير سيارة مفخخة وما أسفر عن قتلى وجرحى، كل التفاصيل التي يمكنك أن تفيدنا بها من الداخل وعن الجهة، لأنه لم تتبنى أي جهة كانت لحد قبل قليل هذا التفجير. أهلا بك سيدة ميسون. بالحقيقة اليوم عند الظهيرة انفجرت سيارة مفخخة كبيرة في وسط مدينة عزاز، تحديدا عند السوق الشعبي وعند مبنى السراي، وتعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق اكتظاظ بالمرة وأيضا بالمدنيين والسكان، وهي منطقة سوق، يعني فمن المجمل أن تكون منطقة فيها مدنيين بأعداد كبيرة. فالمفخخة اليوم كان قصدها قتل أكبر عدد من المدنيين، نعم، وهذا ما فعلته صراحة. حتى الآن أكثر من 60 شهيد وأكثر من 150 جريح، والحصيلة ربما تتضاعف نتيجة وجود أعداد كبيرة من الشهداء متفحمين، وأيضا هناك منهم أشلاء حتى اللحظة لم يتم إحصائهم بشكل دقيق. أيضا هناك أعداد كبيرة تحت أنقاض والدفاع المدني يحاول انتشالهم. أيضا بالنسبة للجرحى، هناك عدد كبير ما زال وضعه الصحي غير مستقر، فربما يتحولوا إلى عداد الشهداء لأن حالتهم حرجة. الدمار الذي حل في المنطقة هائل جدا، دمر أعداد كبيرة من المنازل السكنية وحتى من المحلات التجارية، المجزرة فظيعة جدا ولا توصف أبدا. ومن قام ماذا بهذا يوجد؟ العمل، الانفجار وقع أمام مبنى السرايا، ما الذي يجب أن نعرفه عن هذه النقطة أمام مبنى السرايا بمنطقة المحكمة الشرعية؟ هي منتصف المنطقة، فيها سوق شعبي، فيها مارة، فيها أعداد كبيرة من السكان. المدينة كما تعرفون هي تقع على الحدود السورية التركية، يعني غياب الطيران لقصفها، وهناك فيها اكتظاظ كبير من المدنيين هربوا من بطش الطائرات الحربية الروسية، هربوا من بطش قوات النظام الميليشيات الشيعية، ولكن المفخخات اليوم قتلتهم. حتى هناك نازحون من العراق هربوا من بطش الحشد الشيعي وأيضا من بطش داعش، ولكن المفخخات اليوم قتلتهم في عزاز طيب بهاء، وحولتهم إلى أشلاء. وبالنسبة لمن قام بهذا العمل، ربما داعش، ربما البيكيكي، وربما النظام، حتى الآن لم يوضح ذلك لم ولم تتبنى أي يتبنى جهة أحد هذه هذا العمل. المسؤولية. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. من ريف حلب ناشط الإعلامي بهاء الحلبي.